لا طبعا ولا اقدر افتح بقي. القدير اهو ده بقى الاستاذ اللي انا بشوف دايما ان هو حاله خاصه جدا وتركيبه خاصه جدا، وحتى تحس ان هو له دماغه وفكره. استاذ عبد العزيز مخيول، يا سلام يا سلام. اهو بص، يا سلام يا سلام يا سلامين وحته. الاستاذ الكبير، وهو عارف ان انا بقدره وبحترمه على المستوى الانساني كمان والخلقي قبل التمثيلي، فنان القدير عبد العزيز مخيول. والفكر والثقافه طبعا، ما هي 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 باكج لا تتجزا. مساء الخير يا استاذ. مساء النور، اهلا وسهلا. ويعني انا متاثر جدا بالكلام الجميل اللي انت بتقوله ده، وكمان سعيد جدا بوجود اخويا محمد جنبك. يا استاذ وحشتني. كلام الله يخليك، انا سامع منك كلام كبير قوي قوي يعلم يعلم الاجيال اللي طالعه. لا الحقيقه والله الكلام اللي احنا قلناه ما يكفيش في حق وصفك وتقديرك، لانه بجد انا الحقيقه المتابع المنصف لمسيرتك الانسانيه قبل التمثيليه لازم يتاكد انه قدام انسان بيحترم نفسه وبيحترم فنه وعمره ما يقدم حاجه عكس قناعاته ولا مبادئه. فالحقيقه لك كل الاحترام والتقدير يا استاذ عبد العزيز. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك. قول لي التجربه اللي وحضرتك طبعا استاذ في مجال الدراما الصعيديه وياما قدمت علامات كثيره جدا، ما هو الجديد اللي اضافه لك واضفته لقلع الحجر؟ والله يعني كل تجربه لابد يكون فيها شيء نضيفه. صحيح. فطبعا يعني تجربه قلع الحجر دي تجربه يعني كانت قاسيه جدا، واحنا يعني بذلنا فيها مجهود كبير يعني للمكان اللي كنا بنصور فيه. أيوة. والشتاء والوقت وبالليل، يعني حوالي 65 كيلو من القاهره. تمام. المكان اللي كنا بنصور فيه والحمام والحاجات دي. ايوه يعني افتكر برضه حاجه تانية. فهي رصيد يضاف لرصيدنا في الدراما الصعيديه. أيوة. خصوصا ان اللهجه دي يمكن تكون يعني لهجه مختلفه شويه عن اي لهجه صعيدي مثلنا بيها قبل كده، لانها جايه من جموله. جموله دي ايه؟ دي قريه. في جنوب جنة. مظبوط. فكان يعني الكلام يعني زي ما تقول كده يعني طازه وبكر طالع من نفس المكان. احسنت. والحقيقه انا دايما شهادتي فيك مجروحه، بس انا بقول ان وجود حضرتك في اي عمل هو علامة الجودة، يعني ختم الجودة. لأن الأستاذ عزيز بيحترم نفسه، فبالتالي أي عمل تعرف إن هو مشترك فيه تتأكد إن عناصر الجودة متوفرة فيه. الله يبارك فيك ويخليك ويحفظك. اتفضل. اتفضل يا سيدي. ابن أستاذنا. العفو. 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 قامة إذاعية كبيرة اشتغلنا معاها وإحنا برضو شباب لسه بنطلع. ربنا يعزك، ده بس من أصلك الطيب. وأنا بتشرف بيك دايما، وإن شاء الله وقت حضرتك يسمح وتشرفني وتنورني وتكون نجم في حلقه من حلقات اخر النهار يا استاذ عزيز. ان شاء الله. شرفت ونورت. شكرا جزيلا. شكرا. انت عايز تقول حاجه يا استاذ محمد؟ الاستاذ عبد العزيز غير انه فنان عظيم بصراحه، يعني هو حول الدور للحم ودم بشكل كبير جدا. يعني الناس كان بتقابلني تقول لي ليه مزعل الحرازي؟ ليه مزعل الحرازي؟ الحرازي عمل لك ايه؟ يعني الناس كانت متعاطفه جدا جدا معاه، وكان مقنع الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. لا استاذ ده استاذ كبير قوي، وكواليسه حلوه جدا. يا سلام. يعني قوي قوي، يعني واضح ان جماعكم بط ووز وحمام وبتاع وزفر. كان بقى بط ووز طالع. الموضوع ما كانش معاناه قوي يعني. لا مش قوي. كان في برد شويه وحموش. أيوة. شويه وحاجات كده، بس كان في بط ووز بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.